السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأهلا وسهلا بكم. واليوم احنا أدنى مقام جدا مهم مع التمرين، وهذا ضروري المقام مع التمرين حتى يقدر يخليك أنه تعرف كيف تعزف وكيف تتأثر بهذا المقام حتى تقدر تعزف. وياكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. هذا شرف لي كبير، وألتقيكم وإن شاء الله ألتقيكم بالدورات الموسيقية اللي حب يشترك. هي 8 محاضرات شهريا، 8 محاضرات بسعر بسيط إن شاء الله، وموجود رقم الواتساب أسفل الفيديو. ننتقل إلى مقام الحجاز. طبعا عندنا مقام الحجاز اللي هو من المقامات المهمة، واللي هو احنا عندنا طبعا تمرين لهذا المقام حتى انت تعرفه، واحنا اخذناه ايضا سابقا لمقام الحجاز، لكن راح اعيد بشيء بسيط حتى انت تعرفه لهذا المقام وتتمرن عليه بآلة العود وايضا الغناء. فراح يكون عندك يعني هو سلم الحجاز، راح يكون عندك ياخذ سي بيمول مي بيمول فاديس. المقام الحجاز هو طبعا اكو عندنا حجاز ياخذ اجناس، ياخذ حجاز الري وياخذ رست، احنا اخذناه في بعض الفيديوهات السابقه، وياخذ ناوند وكورد بالنزول. فاحنا ايش راح يصير عندنا؟ يعني لا احنا ناخذ بالثاني، ناخذ بالاول لا سي حتى يصير عندك سي كار مضبوط، لا ري بعدين ري تاخذ بالثاني لا سي بيمول ينزل لا صار فا مي ري، يعني يصعد مي بيمول فاديز سي كار، وبالنزول يصير سي بيمول وينزل فاديز مي بيمول. طيب الان عندنا تمرين للحجاز، اكو تمرين حتى عندك مفتاح لهذا المقام حتى تعرفه. هذا التمرين راح يكون عندنا اللي يغني، وتمرين يكون للعود، يعني ري صل صل فا صل فا صل فا مي صل فا مي با اس ري با با مي با مي با مي ري مي ري دو ري ري مي ري دو سي لا لا سي دو ري بالغناء ايضا لا 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 شوف لاحظ شلون غنيت أنا. والموضوع الثالث والمهم بالنسبة لي أسبوع العود، تقدر تسوي تقاسيم الأعزاء. تحت
أمركم إن شاء الله الدورات الموسيقية هي موجودة وأنا حاضر وياكم وبخدمتكم إن شاء الله، وبالدورات الموسيقية موجود وأسفل الفيديو موجود ورقم الواتساب، لا تنسوا اللايك والاشتراك ومع ألف سلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.